بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعلى بركة الله نستعين، ومنه المعين دائما نرجو التوفيق والنجاح والسداد يا رب العالمين. انطلق في هذه اللحظات الشوط الرابع، والشوط الرابع مخصص للزمول، شوط النقدي مشاهدين الكرام متابعينا. الى فاضل يعلن من الاربعة كيلومتر، شكرا لبسام الشمري على التواصل ووصفي. ايضا الشوط الذي تابعناه قبل قليل انطلق في هذه اللحظة، واعلن شوطنا الرابع من اشواطنا الصباحية ضمن هذه التحديات الكبيرة لجروب التحدي ومركاض الشريعة. شكرا للقائمين، شكرا لإدارة جروب التحدي على هذه الجهود الملموسة، وهذه أيضا التحديات الكبيرة، وهذا الدعم الكبير لهذه الرياضة العربية الأصيلة، رياضة الآباء والأجداد. ينطلق شوطنا الرابع بهذه التحديات، بهذه المنافسات الجميلة ما بين الشعارات التي ايضا حضرت من اجل المنافسة، حضرت من اجل تحديات هذا الشوط وتحديات هذا الملتقى الكبير. انطلق هذا الشوط بامال الاخوة المتابعين، اروح واتابع البداية. اول الاسماء المنطلقة شديد ياتي مع مقدمة هذا الشوط، يحمل شعار سلطان بن حمد بن ترحيب بن نايفة مع المقدمة والصدارة، بينما المركز الثاني من ياتي مع ثاني المراكز مركز في هذه اللحظة. وتابع مشاهدين الكرام متابعين الأفاضل اللي بدأ في التقدم في هذه اللحظة، الترس يأتي بالمركز الثاني، يقدم عبد الله بن جبر الهاجري يأتي بانطلاقة الترس وتحدياته مع المستوى الثاني، بينما المركز الثالث أتابع أيضا مرضي وصل مع المركز الثالث، أو هنالك شعار نعم اللي وصلنا شاهين علي بن دلهم الهاجري يأتي مع المستوى الثالث، بينما رابع الأسماء من وصل في هذه اللحظة أتابع صوغان للسيد عبد الرحمن بن حباب الهاجري يأتي مع المركز الرابع. المركز الخامس وصل في هذه اللحظة وانطلق الشديد للسيد عبد الرحمن بن عبد الله العيدة. هذه هي الخمس المراكز المنطلقة التي تأتي بأول نداء وتحديات النداء الأول مع انطلاقة هذا الشوط. لكن نعود إلى المقدمة، إلى الصدارة، إلى البداية، إلى رأس الحربة. قناة الريان الفضائية تأتي لكم بهذا النقل الحي والمباشر، تتابع أيضا تحديات جروب التحدي وما يحمل من منافسة كبيرة ما بين أقطاب المنافسة، ما بين هؤلاء الأبطال، ما بين فطاحلة المضمرين وكبار الملاك. أعود إلى المقدمة، إلى الصدارة والبداية وتحديات البداية دائما وأبدا. شديد يأتي مع مقدمة الشوط والمنافسة والضغط الكبير. أيضا مشاهدينا الأعزاء متابعينا، من الترس الذي بدأ يغير، بدأ ينطلق نحو البداية نحو المقدمة. عبد الله بن جبر الهاجري يقدم الترس، وهنالك أيضا الوجود من شديد سلطان بن حمد بن ترحيب بن نايفة، الثنائية الجميلة على مقدمة الشوط. المنافسة على ناموس الشوط، الزعفران بالانتظار من البطل الذي سيخطف هذا الشوط، بينما المركز الثالث أتابع بن دلهم مع شاهين علي بن دلهم الهاجري ينطلق بتحديات شاهين مع المستوى الثالث، ها هو المثلث الذهبي. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، أبعدنا عن بقية المراكز، نتابع المركز الرابع وتحديات المركز الرابع. مشاهدينا متابعينا الأفاضل، من بدأ أيضا في التقدم في هذه اللحظة مع تحديات المركز الرابع، أتابع مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء من بدأ في الوصول في هذه اللحظة. هنالك صوغان عبد الرحمن بن حباب الهاجري ياتي مع المركز الرابع وخامس المراكز. الوصول في هذه اللحظة من مذهل عبد الله بن بجاد الهاجري، هذه النتيجة، ولكن العودة نحو المقدمة، العودة إلى الصدارة، إلى تحديات الصدارة وماذا تحمل من منافسة كبيرة. شوف الثنائية الجميلة والتحديات هنالك. مشاهدينا متابعينا الكرام، شديد ياتي بالبدايه في هذه اللحظه، يغير هنا
هنا ينطلق بتحديات هذا الشوط والعصا في البطان. الدفع ذاتي والأداء تلقائي، الدفع ذاتي والأداء تلقائي. الكيلو متر الأخير يفتح أبوابه في هذه اللحظة ويستقبل الزمول. انطلاق مشاهدي الكرام نحو خط النهاية، جسر العبور إلى خط النهاية. من الذي سيخطف هذا الشوط وتحدياتي هذا الشوط؟ ما شاء الله، الجماهير التي تتابع أيضا وترافق هذا المسار وتحديات هذا المسار. سلطان بن حمد بن تريحيب بن نايفة أحد الأبطال ينطلق في هذه اللحظة إلى خط النهاية ليعلن أنه أول الواصلين، أول المنطلقين الذي يسجل اسمه في انطلاقة هذا الشوط. سلطان بن حمد بن تريحيب بن نايفة يقدم شديد على المقدمة والصدارة، ولكن ميمنة الميدان أراقب تحديات صوغان عبد الرحمن بن حباب الهاجري. عينه على المقدمة، على ناموس الشوط وزعفران الشوط. الله 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 الله، جاوز في هذه اللحظة، جاوز نحو المقدمة، جاوز نحو الصدارة، نحو الانطلاق الكبير وتحديات الكبار. صوغان، صوغان المقدمة والصدارة. عبد الرحمن بن حباب الهاجري، سلام الهاجري، سلام سلام الهاجري، سلام سلام صوغان، سلام. حتى هذه اللحظة ينطلق بانطلاقة الكبار وتحديات الكبار على دفعه الذاتي وأدائه التلقائي. والعصا مغروزة في الأبطان، كان كتبت حمس الركض حمس وتشرى ذلولك من مداها. دور يلي ما تقهر اللمس، فأبطانها مثبت عصاها. سلام يا الهاجري، سلام سلام يا الهاجري، سلام سلام يا صوغان، سلام. المركز الثاني من وصل مشاهدين الكرام شديد سلطان بن حمد بن تريحيب بن نايفة. المركز الثالث وصلنا مثل عبد الله بن بجاد الهاجري. المركز الرابع، المركز الرابع وصل الشارد سعود بن سند المسيفري. وخامس المراكز كان الوصول لعناد راشد بن هادي الشهواني. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء لتحدياتي وانطلاقة رابع الأشواط. مع انطلاقة الزمول لنا عودة إلى التوقيت الزمني في هذه اللحظات، وهذه هي اللقطات الجميلة لقناة الريان التي تأتي لكم بهذا النقل الحي والمباشر على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية. التوقيت الزمني المسجل في انطلاقة هذا الشوط 6 دقائق و31 ثانية، 48 جزءا من ثاني تهانينا لعبد الرحمن بن حباب الهاجري على تحدياتي وانطلاقة شديد في انطلاقة هذا الشوط. بينما المركز الثاني قطع المسار في 6 دقائق و34 ثانية، 94 جزءا من الثانية. ثالث الأسماء وصل مشاهدين الكرام متابعين الأعزاء هنالك في تحدياتي 6 دقائق و37 ثانية، 29 جزءا من الثاني. تهانينا للسيد عبد الله بن بجاد الهاجري وتحديات مذهل مع المركز الثالث.